السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعينا قناتنا عبر اليوتيوب، نرحب فيكم في درس جديد. معكم حكيم عمر من قناة المستفيدون. طبعا إن شاء الله سنتكلم اليوم في موضوع عن الأطعمة والمشروبات الضارة بصحتك، ولكن قبل البدء في موضوعنا نتمنى ونرجو من الجميع الاشتراك في قناتنا والتفاعل معنا باللايك والتعليقات وأي استفسارات، طبعا إن شاء الله بنجاوبكم على استفساراتكم، فلا تنسونا من الاشتراك ودعمكم. اليوم إن شاء الله سنتكلم في الأطعمة والمشروبات الضارة بصحتك، حاولي تجنبها. طبعا هذا بصفة عامة للجميع الموضوع وللكل. أول شيء الدهون المشبعة. الدهون المشبعة من أهم النقاط المهمة يلي المفروض الإنسان يعني لما بده ياكل اللحوم الحمراء كاللحوم الحمراء مثلا ينتبه لها، لانه تحتوي على دهون مشبعة بشكل كبير، والدهون المشبعة بتسبب السمنة وزيادة الوزن. طبعا السمنة كونها يعني الواحد حيصير عنده سمنة بعد تناول الاكل بعد فترة، السمنة هي من احدى المشاكل الكبرى اللي بتواجه الانسان، لانه بعد السمنة بتصير في عنده مشاكل اكثر مما بعد السمنة، كمشاكل القلب والرئتين ومشاكل الاوعية الدموية والتجلطات والجلطات، وايضا في بخصوص الرئتين في الصدر بصير في ضيق في التنفس. هذا بما يخص طبعا مرضى او الناس اللي بتكون عندهم سمنة. طبعا ومشاكل غير مشاكل الانفلونزا ومشاكل التهابات الصدر، فكل هذا بيرجع على السمنة اللي هي سببها الاكل المفرط في اللحوم التي تحتوي على الدهون المشبعة. طبعا هذا بعد دراسات امريكية تبين انه اللحوم تحتوي على الدهون المشبعة، وبنصح الاطباء بتناول هذه اللحوم بعد عملية الشوي، لأنه في عملية الشوي بيكون في نقص في الدهون المشبعة وبتم يعني التقليل من الدهون المشبعة. طبعا هاي بما يخص الدهون واللحوم. ثاني شيء ممكن نتكلم فيه اللي هي السكريات. تناول السكريات بكثرة بتعمل على تخزين السكر داخل الجسم، وبالتالي بيعمل على زيادة الوزن بالجسم، وزيادة الوزن بالجسم بيؤدي إلى ارتفاع السمنة. وكنا بنعرف زي ما تكلمنا قبل قليل عن السمنة إنه السمنة بتعمل مشاكل في القلب وفي الرئتين وفي الأوعية الدموية، وطبعا إلى مشاكل كثيرة وأبعادها كبيرة. لهيك الواحد يعني ياكل حلويات، أنا ما بقول إنه ما ياكل حلويات، لا ياكل حلويات ما في مشكلة، بس يعني يكون حذر في أكل الحلويات وما يفرط في أكل الحلويات. هذا بما يخص السكريات. أيضا الملح. الملح كمان من العوامل الضارة، إذا طبعا تناولناها بكثرة بتضر في جسم الإنسان وبتضر في طبيعة الجسم، كونها إنه بتعمل عملية حصر للماء داخل الجسم، بمعنى انه بتعمل يعني ريتينشن بسموه في داخل الجسم، فبتساعد في ظهور الانحناء بالظهر. طبعا هذه برضو من مكونات من شرب الملح، يعني الاكلات اللي تحتوي على الملح بكثرة الاشياء هذه، ومن اهم الاسباب ومن اهم المشاكل عفوا اللي بتعملها الملح اللي هو ارتفاع ضغط الدم، لانه بصير في تأثير وضغط واجهاد للكليتين، وبالتالي بصير في صعوبة في فلترة الماء، وبالتالي بيرفع الضغط، وكذلك بأثر على المعدة والأمعاء. فبننصح إحنا كمهن طبية وكأطباء إنه تخفيف من أكل الملح والوجبات التي تحتوي على الملح، طبعا يخففوها. هذا بما يخص الملح. المشروبات الغازية. المشروبات الغازية برضو بننصح بالتخفيف منها، لأنها لها مضار كبيرة، خصوصا يعني تحتوي على العديد من المحتويات اللي بتعمل على مشاكل في الكلى وفي الجسم، يعني بدون ذكر اي مسميات من المشروبات الغازية، ولكن كونها تحتوي على بعض
المواد التي تضر بصحة الجسم نحن لا ننصح بها وبشربها إلا طبعا يعني شربها بكمية قليلة ما في مشكلة. هذا بما يخص المشروبات الغازية. القهوة والمنبهات طبعا بما فيهم الشاي والقهوة والكافيين جميعها مشروبات لا ينصح بها الأطباء بالإكثار منها لأنها تسبب مشاكل في الجسم وفي الجهاز العصبي طبعا في حال تناولها بإفراط وباستمرار بشكل يعني كبير دون الحاجة يعني عن اللازم. طبعا بتحتوي هذه المواد مثل القهوة والمنبهات تحتوي على مادة الكافيين ومادة الكافيين بتضر بصحة الجسم بتعمل على إيقاظ الجسم وقد تسبب العصبية. طبعا هذه من مشاكل القهوة. القهوة يعني والشاي يعني أغلب الناس بتشربها بس ما يعني ينصح بشربها يعني بالقليل يعني بدون الاكثار منها. اي بما يخص القهوة والمنبهات. طبعا الشاي حاولي ان تحرصي على عدم الاكثار من هذه المكونات الغذائية والمشروبات حتى تتمتعي دوما بصحة جيدة وتكوني في افضل حال. طبعا الى هنا نكون قد انتهينا من موضوعنا لهذا اليوم. بتمنى تكون الرسالة وصلت والجميع استفاد. ثاني شيء ما تنسوا الضغط على لايك والاشتراك في القناة ووضع تعليقاتكم واستفساراتكم بكون سعيد جدا في الإجابة على استفساراتكم. وشكرا لكم وتحياتي معكم الحكيم عمر.